السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة يا شيخ، ليه عندي سؤالين والله. اتفضلي. السؤال الأول، أنا اتجوزت راجل كان متجوز قبلي ومعاه ولدين. طيب. وأنا اللي ربيته. طيب. يعني باخد جزاء الأيتام ولا ومربيهم الحمد لله على الصوم والصلاة والحمد لله على عقيدة يعني. أنت مأجورة. لكن أول سؤال. هي أم متجوزة وعايش حياتها يعني، بس أنا مربيهم وهم صغيرين. انت لك اجر، لكن ابوهم عايش ليس ايتام. ما هو انا الحمد لله انا بربيهم والله الحمد لله. ايوه انت لك اجر، لك اجر، لكن هؤلاء يا اختي. ولي عندك سؤال ثاني معلش يعني. انت فهمتي يا اختي؟ فهمتي الجواب؟ فهمتي ماذا فهمتي؟ انا باخد اجر عليهم، بس يعني انا كنت يعني مش بس في نسبه، مش من اسمك الايتام يعني. احسنتي، لا ما شاء الله، الله يرضى عليك. ما شاء الله.